بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مصابيح هدى تقر الظلمات، واجعلنا أصحاب رايات التوحيد يا ربنا يا كريم يا منان يا حنان، ألطف بنا في مجرد به المقدر. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شوف ربك يوضح لك، باش افهم روحك، بعد ما تقولش هلاس هلاس يا ويلتي ضيعت فرصتي. أنت حبيت الدنيا باش تكون فرصة متاعك في الدنيا، يعني شوف ضيق المجال اللي يدور فيه فكرك وتخيلك وهذياناتك وهذاءاتك، تي ديليري تي بسيكوز. شوف روحك، أما كان ديلير بسيكوز كي نو نيفيت با داتر ريسبونسابل. حطها في بالك، tu es responsable tant que tu as une raison que tu as paralysé, tu seras jugé en fonction de cette paralysie-là. نعود إن شاء الله تعالى الحنان المنان.